ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن نوع نادر جدا من الكلاب، وهو التاي ريدج باك او ريدج باك التايلاندي. اولا تاريخ النوع، هذا الحادث يرتبط بتايلاند، بيرجع تاريخ السرية لسنة 1937 تقريبا. ثانيا شكل النوع، شكل مميز جدا، الخط اللي بظهره عشان الشعرة بتكون عكس اتجاه الشعر باقي الجسم، بتكون زي شكل خط على جسمه. ألوانه بتتراوح من الرصاصي للبيج والأسود. ارتفاع النوع بيتراوح من 51 ل 61 سنتي، ووزنه بيتراوح من 16 ل 34 كيلو جرام، وبتكون شعرته قصيرة جدا وجسمه عريض. ثالثا استخدامات النوع، كان وما زال بيستخدم كالحراسة، يمكن استخدامه كمان ككلب صيد. رابعا سلوك النوع، كلب متحفز جدا طول الوقت، عنيد وغير اجتماعي، وفي جدا لصاحبه وعيلته، طاقته عليه وشجاع. خامسا رأي الشخص، الكلب ده واحد من أنواع الريدج باك في العالم بجانب الروديجي ريدج باك أو الريدج باك الأفريقي اللي اتكلمنا عنه قبل كده. الكلب ما ينصحش بيه حوالين الأطفال الصغيرة ولا الكلاب أو الحيوانات الأصغر منه، لأن فترة الصيد عنده مع الشراسة عالية جدا، ممكن تؤدي لمشاكل لو الكلب مش متدرب بامتياز في مرحلة الجواب. شكرا للمشاهدة، لا عليكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.